بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، ونسأل الله الهداية لمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أما بعد، لابد أن يعلم الجميع أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل كلامه يعتبر من جوامع الكريم، أي أنه لا يمكن حمل كل ما تحدث به عليه أفضل الصلاة والسلام على الظاهر من الكلام فقط. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ألا تتساءل أخي الفاضل لماذا قسم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الفتح إلى 3 مراحل؟ في هذا الباب قال الشيخ أحمد شاكر: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم، ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة. وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فالمرحلة الأولى من الفتح، وهي ما يمكن تسميته بالافتتاح، أي افتتاح القسطنطينية. وهنا أفتح قوسا صغيرا لتبيين الفرق بين كلمة فتح وافتتح، حيث إن الافتتاح يكون في المرة الأولى كمن يفتتح متجرا للبيع، ففتحه الأول عند أول شروع في العمل بالمتجر يمكن تسميته افتتاحا. ولهذا تجد أنه غالبا ما يتم الاحتفال بلحظات الافتتاح، ولكن مداومته على متجره في كل يوم من أجل العمل يسمى فتحا للمتجر، ولا يمكن تسميته افتتاحا لأن الافتتاح حصل مرة واحدة، وأي فتح للمتجر بعده يسمى فتحا له لا افتتاحا. وافتتاح القسطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان محمد الفاتح، وهو فتح المرحلة الأولى. وما يدل على ذلك أن تعليق الصحابي ثور في الحديث الذي رويناه قبل قليل عندما قال: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، أي الجانب الذي في البحر. وذكر البحر هنا يحيلنا إلى استعصاء الفتح في المحاولات السابقة لكون هذه المدينة محاطة بالبحر، وما يسر هذا الفتح لمحمد الفاتح هو كسره لنقطة القوة المتمثلة في البحر والمياه المحيطة بهذه المدينة، وذلك بإلهام الله له خططا حربية كجر السفن في اليابسة إلى الضفة الأخرى وغيرها، مما باغث به العدو وتحقق به ذلك الفتح في المرحلة الأولى بالتكبيرات والتهليلات كما هو معروف. وأما فتحها بدون قتال فمن مراحله ما نعيش أطواره اليوم، وإليك الدليل. اليوم نعيش المرحلة الثالثة من هذا الفتح، والنجاح في إعادة مسجد آيا صوفيا يمكن أن نقول أنه آخر فصول الفتح التي ظهرت للعيان وأغاضت الشيطان وأعوانه، وقد تم وضع آخر لبنة في هيكل الدولة التركية الجديدة.
لا بد أن يعلم أن ما تم فعله في تركيا هو فتح من حيث نتائجه لا من حيث آلياته، وهذا الفتح اليوم قد تحقق على مجموعة من الأصعدة. فبخصوص فتح الدولة التركية على المستوى الاجتماعي، فقد شكل استبدال العلمانية الآتاتوركية المعادية للدين بالعلمانية المحايدة المرحلة الثانية للفتح، حيث تقف قوانين الدولة اليوم على مسافة واحدة من الأديان. فتركيا لم تتبنى المنهج التقليدي للتيارات الإسلامية في الحكم، ولم يعلن يوما أن الحزب الحاكم بها حزب إسلامي، لكنه رفع راية العدل والحرية والتنمية والاستقلال في كل شيء، وأوقفت الكثير من أشكال الاضطهاد والإقصاء التي عانى منها الإسلام تحت وطأة العلمانية الآتاتوركية المناهضة للدين بكل تجلياته، بدءا من العقيدة وانتهاء بالمظاهر السلوكية مرورا بالشعائر التعبدية. فقد أدرك أصحاب القرار بتركيا أن الإسلام لا يحتاج إلى حكومة أو حزب يتبناه وقوانين تفرضه، بقدر ما يحتاج إلى نظام حكم عادل يستوعب الجميع لا يمارس التمييز أو الإقصاء ضده. فألغى تباعا وبحذر بالغ القوانين التي تفرض القيود على الإسلام، لم يغلق بيوت الدعارة ولكنه سمح بإنشاء المدارس الدينية، لم يجرم الإلحاد ولكنه سمح بتحفيظ القرآن وفتح الباب واسعا على مصراعيه لشتى العلوم والمعارف، لم يفرض الحجاب ولكنه سمح للمحجبات دخول المدارس والجامعات، لقد أطلق سراح الدين ولم تعتقل العلمانية. وهذا نفس الفعل الذي بدأ به محمد الفاتح مسيرته السياسية والتسييرية بالقسطنطينية عندما فتح لسكانها البيزنطيين الأبواب ولم يضطهدهم، بل وجدوا فيه الحاكم العادل والمنصف وآثروه على بني جلدتهم حتى أصبحت مدن أخرى مجاورة تتمنى قدوم الفاتح لها، لأن من يسمع أن السلطان بنفسه يقف أمام القاضي في قضية رفعها ضده مسيحي من البيزنطيين ثم يصدر الحكم القضائي لصالح المسيحي على حساب السلطان ويكون الحكم المعلن هو قطع يد السلطان حتى آثر الأول أن يأخذ الدية على قطع يد السلطان، فيقول القاضي للسلطان: والله لو أنك لم تقف للاقتضاء لضربتك بالصوت. فيرد السلطان بما هو أبلغ قائلا: والله لو لم تحكم بالعدل لضربت عنقك بالسيف. وهذا تقريبا ما نشاهده اليوم في الدولة التركية، حيث إن القيم والمبادئ والمعتقدات والأفكار تركت لتتفاعل مع المجتمع حتى عادت روح الإسلام وقيمه ومبادئه لتسري في الجسد التركي، ثم تجسدت في أن كان للشعب الدور الرئيسي والمحوري للتصدي للانقلاب الأخير الذي كاد يحصل في هذه الدولة. وهذا هو جوهر التغيير الثوري، ولكن دون سفك قطرة دم ولا حمل سلاح. أليس هذا في الجانب الاجتماعي يعتبر فتحا فريدا بالمفهوم المعاصر؟ أما بخصوص الفتح في الجانب الاقتصادي، فقد انتقلت تركيا من دولة مدنية منهارة اقتصاديا تقف على حافة الإفلاس إلى دولة دائنة تقف بين الدول الأكثر تقدما. هذه النقلة لم تتم باكتشافات حقول غاز أو بترول أو باستخراج مواد أولية من باطن الأرض، ولكن بنهضة علمية واقتصادية وتكنولوجية حقيقية. أليس هذا فتحا مبهرا بالمفهوم المعاصر لما هو اقتصادي؟ أما الفتح من الناحية السياسية، فقد استطاعت الدولة أن تقضي على سيطرة الجيش على الحكم، فبعد أن كان رئيس أركان الجيش التركي هو الحاكم الفعلي للبلاد، فقد تم عزل الجيش التركي تماما عن ممارسة أي دور سياسي، وذلك عبر مراحل متدرجة، رغم أن تبني هذا التدبير كان بمثابة السير على حقر ألغام. فتحول الجيش في النهاية من الحكم إلى الحماية، ومن الوصاية على النظام السياسي إلى الخضوع له تحت قيادة الرئيس المنتخب، وتحول مقعد رئيس الأركان من جوار الرئيس إلى الصف الأمامي كغيره من الوزراء والمتنفذين، بعد أن كان يأنف أن يلقي التحية العسكرية على الرئيس، وهو تغيير ثوري بالنظر لما يملكه الجيش التركي من قوة ونفوذ طاغ. لقد أسقطت الجمهورية الأتاتوركية تماما من غير أن يحطم تماثيل أتاتورك أو يعلن صراحة الخروج على مبادئ جمهوريته، لكن منع عنها الهواء والماء حتى ماتت أو كادت تموت.
بعد أن جردت شيئا فشيئا من كل مضامينها، فتحولت من نهج مستبد أحادي الرؤية حاكم للواقع متحكم فيه إلى مجرد حقبة تاريخية وماض يتغنى به الأتراك. أليس هذا فتحا جذابا بالمفهوم المعاصر لما هو سياسي؟ كل هذه الفتوحات على هذه الأصعدة ألا يمكن بربكم تسميتها فتح آخر الزمان للقسطنطينية بالمفهوم المعاصر؟ أليست الدولة التركية وعلى مستوى أعلى هرم السلطة اليوم تردد لا إله إلا الله والله أكبر؟ ألم يفرج للأتراك اليوم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وغيرها كما سبق؟ أليس الأتراك اليوم يغنمون ويقتسمون المغانم ولا زالت مغانمهم تظهر للعيان تتراء؟ يقول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وختاما أقول النبي يفهم فقط بالإشارة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.